مسعود تعب بسرعة صفي المعكرونة لأنها استوت. أنا ما بقدر أترك الشوربة، لازم حركها مشان ما تلزق. وين المصفاية؟ إيه بحياته ما كان عنا مصفاية. ميل الطنجرة شوي وصفيها. بدها شطارة يعني؟ شو مش الحال؟ مش الحال. وهي خلصة. فكري لو نعملها سادة بلا ما نخلط مع الشوربة. معقول هيك؟ رح تاكل أصابيعك وراها. صار لازم تحط عقلك براسك يا ابني. والدنتك وتصرفاتك عم يأثروا على مركزي. غاضيت عنك على أساس أنك صغير، بس هلأ صرت. نفذ اللي مخططه إلك ولأماني. بابا أكيد أنت ما بدك يعني تجوز بهالعمر. بدي تقدر موقفي، أنت صرت ابن شخصية سياسية وبعالم السياسي ما في شيء. بابا بس وينك وين لتصير رئيس وزراء؟ لوقتها بكون أنا أنا آسف. صغيرة ما بتلامسها وانت تقلت عليها. شي طبيعي انها تتضايق. نجوى خانم بعرفك اماني حبيبة موسى، وهي نجوى خانم صاحبة اشهر محل ازياء بميونخ. شرفت بمعرفتك. وانا كمان. حلوة ما شاء الله. شو هاد يا سيد فائق، ابنك عنده هيك صديقة مثل عارضات الازياء؟